تأكيدا على حرص القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، ودعما للسياسات الإسكانية القائمة في السلطنة والمتمثلة في البحث عن البدائل في مستوى السكن الملائم للمواطنين من المستحقين لنظام المنح للأراضي السكنية، جاء مشروع الأحياء السكنية المتكاملة الذي تعمل عليه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة بالمديرية العامة للتطوير العقاري، والذي تم وضع حجر الأساس له أمس بولاية بركاء برعاية وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي. الشبيبي قال في هذه المناسبة إن المشروع يأتي بناء على التوجيهات السامية لتوفير السكن الملائم اللائق للمواطن والامتلاك المواطن للسكن بشروط ميسرة، مضيفا أن الجهة المعنية تعمل على وضع الشروط والضوابط الخاصة بامتلاك هذه الوحدات السكنية والتي ستكون سهلة وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث يعد المشروع رديفا لتوزيع الأراضي السكنية وهو مخصص لأبناء محافظتي مسقط وجنوب الباطنة. نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط سعادة طلال بن سليمان الرحبي قال إن مشروع الأحياء السكنية يعد نقلة نوعية في القطاع الإسكاني بالسلطنة، لأنه يستهدف تحسين جودة الحياة وسبل العيش الكريم للمواطن العماني، حيث يعمل المشروع على تقليص قائمة انتظار منح الأراضي الحالية بصورة مستدامة من خلال التحول إلى النموذج الجديد الذي يعمل على توفير سكن جيد بتكلفة مناسبة وفي بيئة مجتمعية وحضرية عالية المستوى.